اختي خواتاتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الاخوان. كما وعدناكم يعني افتتاحيه ديال اي سوق اليوم الاخوان 7/5/2022 تبارك الله، اللهم يسر. الاخوان متواجدين في سوق السبت اكلموس، هادي الاخوان تقريبا 5 ديال الصباح، اللهم يسر. اللهم يسر. الناس مازال عاد تدخل. تحياتي لجميع الاخوان، متنساوش الاخوان تفاعلوا معنا في القناة، بالنسبة للناس اللي دخلوا جداد تابوناو معنا في لاشين، اللهم يسر. الاخوان فيديو افتتاحي هو هذا، مازال ان شاء الله غادي يكون فيديو خاص بالخروف والخروفة والحوليك، اللهم يسر. نتمنى يعجبكم محتوى القناة. يعني اليوم تيبان ليا السوق عامر على السيمانة الفايتة، السيمانة الفايتة كان خاوي هاد البلاصة هنا، كانت تقريبا خاوية كاملة. دابا تبارك الله راه الحمد لله الخير موجود تبارك الله، اللهم يسر. تحياتي للجميع تبارك الله عليكم. بالنسبة لبابا الإخوان مازال ديك الطرا تبارك الله الحديد موجود، اللهم يسر.